نظمت فعاليات وتيارات وقوى مهنية وتجمعات صيدلانية اعتصاما أمام مجمع النقابات المهنية للمطالبة بانتخابات مبكرة لمجلس جديد للنقابة بعد حل المجلس بعد استقالة 6 من أعضائه. إننا نؤكد أن استمرار تأخير دعوة معالي وزير الصحة للهيئة العامة لإجراء الانتخابات وهو صاحب الصلاحية في ذلك بموجب المادة المذكورة أعلاه 41 الفقرة هاء من شأنه أن يزيد من حالة القلق البالغ التي تعم أوساط الهيئة العامة للنقابة، كما ويثير المزيد من التساؤلات حول جدوى تجاهل حل هذه الأزمة وفق المدد الزمنية القانونية التي حددتها المادة، تلك المدد التي بادت تلفظ أنفاسها الأخيرة وشارفت على الانتهاء، الأمر الذي يوصل نقابة الصيادلة إلى نفق مظلم لا قدر الله قد لا تجد منه مخرجا في المستقبل القريب. وطالب المعتصمون من وزير الصحة بدعوة الهيئة العامة لانتخاب مجلس جديد للمدة المتبقية من دورة النقابة الحالية وفق ما تنص عليه المادة 41 من قانون النقابة، معبرين عن قلقهم لعدم دعوة الهيئة العامة حتى الآن للسير بالمراحل القانونية لانتخاب مجلس نقابة جديد. حقيقة أن المجلس تم حله بناء على استقالة 6 أعضاء من مجلس النقابة. المادة 41 ها القانون صريح وواضح، تقول بالحرف الواحد في حال استقالة أكثر من 5 أعضاء من مجلس النقابة، عندها يقوم معالي وزير الصحة بدعوة الهيئة العامة خلال شهر من تاريخه لإجراء الانتخابات. نحن نتقدم حقيقة بالشكر الجزيل إلى معالي وزير الصحة وإلى عطوفة الأمين العام الذين أمروا بتطبيق القانون، لا بل إن معالي وزير الصحة قد أصدر كتابا يوضح أنه على الهيئة العامة أن تنعقد الانعقاد الأول في 9/6 والانعقاد الثاني اللي هو بمن حضر، لأنه لن يكون في نصاب في الجولة الأولى، في 19/6 راح يكون انعقاد الهيئة العامة اللي بعدها يتم عملية الانتخابات بأسبوع. بالنسبة لفعالية اليوم، الهيئة بدأ معالي وزير الصحة تنفيذ الجزء الأول من الفقرة ها من مادة 41 من قانون نقابة الصيادلة، وثم توقفت الخطوات اللاحقة. نفس الفقرة اللي بموجبها قام معاليه باعتبار المجلس منحل، اللي هي الفقرة اللي ذكرتها ها من الفقرة 41، تؤكد على الجزء الثاني منها أو بنفس السياق بنفس السطر حتى، بأنه على وزير الصحة أن يدعو الهيئة العامة للاجتماع لانتخاب مجلس نقابة جديد. وتسير الأمور اليومية والإدارية والمالية للنقابة حاليا لجنة شكلها مجلس رئاسة الوزراء برئاسة أمين عام وزارة الصحة الدكتور ضيف الله اللوزي. محمد الفايز، الحقيقة الدولية.